أخي الحبيب، كلمة من القلب إلى القلب. رجاء تذكر لقاء الله، ليكن منهجك في هذه الحياة أن تتذكر لقاء الله. عندما تذهب في أي مشوار تذكر أن لقاء الله قريب. عندما تجلس تذكر أن لقاء الله قريب. عندما تستمع لأغنية، وطبعا الأغاني قلنا محرمة، أو تنظر إلى ما حرم الله، تذكر أنك ستلقى هذا الإله العظيم. فكر ماذا ستقول لهذا الإله يوم لقائه عز وجل. دعوتي لك أن تتذكر دائما لقاء الله قبل النوم، عند الاستيقاظ، عندما تحدث معك مشكلة تذكر أنك ستقف بين يدي الله، عندما تعاني من مرض تذكر أنك في النتيجة ستقف بين يدي هذا الخالق العظيم. لذلك هذه الآية أدعوك لأن تتذكرها معي: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. تذكر هذه الآية أيها الأحبة، والله سترتاح نفسيا، ستصبح حياتك كلها مختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الآية الكريمة. وأكرر هذه الآية وأقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.